اهلا بكم مشاهدينا الكرام في جوله صحفيه جديده مع ابرز ما جاءت به الصحف المحليه والعربيه والعالميه الصادره صباح اليوم. نبدا هذه الجوله بصحيفه الجمهوريه ونطالع منها هذه العناوين. قمه مصريه اردنيه تبحث العلاقات الثنائيه واوضاع المنطقه. الرئيس السيسي لوزير خارجيه النمسا: حقوق الانسان لا تقتصر على الحريات. وفي الشان المحلي نقرا: قبائل سيناء اهدرت دماء الارهابيين. لا تستر على مشبوه وفتح باب التطوع للقوات المسلحه. مصر تحتفل بتطهير 95 ألف فدان من الألغام. الزند للصحفيين: المهنة ليست أهم من مصر. من جانبها كتبت صحيفة الأخبار في عناوينها: السيسي خلال لقائه وزير خارجية النمسا: لابد أن ينظر الغرب إلى المنطقة بمنظور مختلف يراعي الظروف الراهنة. الخارجية الألمانية تقول إن مصر شريك هام لألمانيا في المنطقة العربية. وفي الشأن الاقتصادي نطالع: السيسي يوافق على منحة إماراتية لترميم المتحف الإسلامي. وزير التجارة يشهد توقيع اتفاق مشترك لتصدير الموالح المصرية للصين. ومن صحيفة الأهرام نطالع هذه العناوين: الرئيس يبرز أهمية القضاء على الفقر أمام منتدى ديفوز. أولى خطوات تنفيذ اتفاقيات شرم الشيخ. مشروعان سكنيان واستثمارات في الدواء وتمويل المصانع المتعثرة. شيخ الأزهر خلال لقائه وفد كلية الدفاع الوطني يقول: القوات المسلحة رمز العزة والكرامة ودرع صلبة تدافع عن الوطن. أما صحيفة المصري اليوم فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: السيسي يلقي كلمة في جلسة خاصة عن مصر تحت عنوان مصر في إقليم متغير أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالأردن. في إطار جهود وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، إجلاء 194 مصريا كانوا محتجزين بمدينة مصراتة في ليبيا. 11 نصيحة من الخارجية إلى الحجاج المصريين، أبرزها: احذروا المواد المخدرة. أما صحيفة الشروق فكتبت في عناوينها: السيسي وملك الأردن يؤكدان ضرورة إيجاد حلول سياسية شاملة لبلدان المنطقة. وزير خارجية روسيا يقول: سنلبي طلبات مصر الدفاعية لدعمها في طرد الإرهابيين. وفي الشأن المحلي نقرأ: الحكومة تعلن توفير 5000 وظيفة لذوي الإعاقة في مسابقة على مستوى الجمهورية. وزير الزراعة يقول إن الصحة انتهت من إعداد قانون التأمين الصحي للفلاحين. نتحول الآن إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة الشرق الأوسط اللندنية هذه العناوين: المقاومة الشعبية اليمنية تستعد لعملية تحرير صعدة، والميليشيا تنشئ مصنعا للقنابل والعبوات في صنعاء. العراقيل تواجه تحضيرات مؤتمر جنيف حول اليمن، والأطراف اليمنية تفرض شروطا للمشاركة. الجيش الليبي يطلق عملية قبضة الأسد ضد متطرفي بنغازي. وإلى الصحف الإماراتية ونقرأ من صحيفة البيان هذه العناوين: اليوم تنطلق في البحر الميت بالأردن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته 9 لمناقشة قضايا المنطقة والتنمية بحضور 900 مشارك من 50 دولة. داعش يستولي على تدمر الأثرية منتزعا للمرة الأولى مدينة من الجيش النظامي. أوباما يعلن عن نيته منح تونس صفة الشريك الرئيسي خارج الناتو، فيما اعتبر السبسي العرب بلا ربيع وتونس استثناء. ومن صحيفة الحياة اللندنية نقرأ هذه العناوين: لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في موسكو، بوتين يتعهد بتسليح العراق لدعم محاربة الإرهاب. رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام جنب مجلس الوزراء ورطة سياسية بترحيله بحث الوضع في عرسال. مسؤول المتاحف السورية يطالب المجتمع الدولي بالدفاع عن تدمر، وداعش يعدم 17 شخصا في تدمر بتهمة العمالة والتعاون مع النظام. أما صحيفة الوطن السعودية فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: قوة التحالف التي تقودها السعودية تصرح بعدم السماح للباخرة الإيرانية بالعبور إلى جيبوتي. قصف مجمع الأمم المتحدة بجنوب السودان بعد معارك بين مسلحين متمردين والقوات الحكومية. صائب عراقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يؤكد أن نتنياهو يمارس النفاق عندما يقول إنه يؤيد حل الدولتين مع استمرار الاستيطان.
ومن صحيفة الرأي الكويتية نرصد هذه العناوين. الإعلام العربي يعتمد مقترح الإمارات حول نشر ثقافة التسامح ومكافحة التطرف. السيسي يطالب أوباما بزيادة المساعدة العسكرية لمكافحة الإرهاب والفوضى في ليبيا المجاورة. أوسلو تقول لنتنياهو بعد الاتفاق مع إيران سيتحول الاهتمام إلى القضية الفلسطينية.